هل يوجد من التابعين أو من بعدهم من هو أفضل من أحد الصحابة رضي الله عنهم؟ يا أخي يشتبون بالأمور هذه، ما فيه أفضل من الصحابة، واتركوا البحث. نعم، حتى التابعين اللي عندهم علم غزير وعندهم عبادة لهم فضل، لكن ما يبلغون فضل الصحابة، ما أحد يبلغ فضل الصحابة أبدا، مهما أوتي من الفضائل ما يبلغ فضل الصحابة. نعم.